بسم الله الرحمن الرحيم من جودة أكاديمي، والفيديو رقم 4 في مادتنا المحببة العلوم للصف الأول الإعدادي. وعلى فكرة أختي فاطمة قاعدة جنبي، وهي على فكرة برضو زميلتكم في أولى إعدادي، وهي قاعدة هنشوفها بقى. هي لو فهمت يبقى أنا كده مطمن إن أنتم إن شاء الله هتبقوا تمام، وهي على فكرة بتسلم عليكم. تعالى بقى النهاردة في سؤال جميل جدا زي ما أنا وعدتك في الفيديو رقم 3، ومعانا النهاردة هذا السائل معايا كده. مثلا إيه، ادي الايه الكوبايه دي كده، وفيها سائل معين. السائل ده مجهول الهويه، يعني مش عارفين هو سائل ايه بالظبط. الكلام ده كده سائل، ماشي تمام. فانا المطلوب بقى هنا، راح واحد كده جاي لي بسؤال وقال لي عاوز احسب كثافه السائل. واحد عاوز يعمل ايه؟ عاوز يحسب كثافه السائل، وده السؤال وقدامه علامه استفهام كبيره، وبيقول لي احسب لي كثافه هذا السائل. طيب انا طبعا هو بقى يقعد يقول لي وكثافه السائل، وسائل مجهول والناس بتدور عليه في مش عارف ايه، وعاوزين نحسب كثافه السائل. زي ما احنا عارفين ان انا عشان احسب الكثافه لازم اكون عارف يعني ايه كثافه. خلاص ما احنا عرفناها المره اللي فاتت، وعلى طول التعبير الرياضي بتاع الكثافه عشان احسب كثافه اي حاجه ان هو بيساوي ايه، ان هو حاصل قسمه الكتله مقسومه على مين. ها برافو عليك، مقسومه على الحجم. انت قلتها واختي فاطمه قالتها على فكره. يبقى اذا الكثافه هي حاصل قسمه الكتله على الحجم. طب وحده قياس الكثافه يا عم الحاج؟ وحده قياس الكثافه هي نفسها وحده قياس الكتله مقسومه على وحده قياس الحجم. يعني ايه؟ يعني الجرام على مين؟ على سنتيمتر مكعب. الجرام على سنتيمتر مكعب. طب هي بس كده؟ طب يعني ما ينفعش ان انا اقول ان هي كيلو جرام على المتر المكعب؟ لا طبعا ينفع، كيلو جرام على متر مكعب. ولكن زي ما احنا نبهنا قبل كده ان لازم وحدات القياس تبقى متماثله مع بعضها. يعني لو عندي سؤال وفي وحدات القياس بتبقى مختلفه، فبجري طبعا التحويلات بتبقى طبعا بكل سهوله، وهنعرف ده في الاسئله بعدين. نرجع بقى للسؤال بتاعنا، ان انا عاوز اعمل ايه؟ عاوز احسب كثافه هذا السائل اللي انا مش عارف هو ايه بالظبط. طيب انا محتاج اجيب مين الاول عشان احسب كثافته؟ محتاج اجيب حاجتين، محتاج اجيب الكتله ومحتاج اجيب الحجم. طيب ما تيجي كده نجيب الكتله والحجم ونشوف هنعرف نحسب ولا الموضوع هيمشي معانا ازاي. اول حاجه انا عاوز اجيب كتله مين؟ كتله هذا السائل. فرحت عامل ايه؟ يبقى اول حاجه ان انا لازم احسب مين؟ كتله السائل. وتاني حاجه ان انا احسب ايه؟ احسب حجمه. طيب عاوزين نحسب كتله السائل، فرحت عامل ايه؟ رحت جايب كاس زجاجي تاني، رحت جايب هذا الكاس او مثلا الايه الحوض الصغير ده كده، ورحت جايب كتله مين؟ كتله الكاس وهو فارغ، كتله الكاس وهو فارغ. فطلعت عندي مثلا بكام؟ طلعت عندي ب 75 جرام، طلعت عندي ب 75 جرام. نكتبها برضو اهي، هتبقى 75 جرام. خلاص تمام تمام. يبقى اذا كتله الكاس ده وهو فارغ هي كام؟ هي 75 جرام. بعد كده رحت عامل ايه؟ رحت جايب السائل ده كده اهو، رحت جايب هذا السائل ورحت مفضيه هنا في الكاس ده، بس بعد ما ايه؟ بعد ما جبت كتله الكاس وهو فارغ. وبعد كده رحت عامل ايه؟ فبقى عندي الكاس اصبح عندي كده. يبقى دي المرحله الاولى. المرحله الثانيه بقى الكاس عندي عامل كده وبقى فيه السائل. ادي السائل بقى في مين؟ بقى في الكاس اللي انا جبت كده. وبعد كده قلت ان انا هحسب مين؟ هحسب كتلة الكأس، كتلة الكأس زائد الماء، زائد الايه؟ قصدي السائل. يعني طبعا مش عارفين ان هو ماء ولا لا. كتلة الكأس زائد مين؟ زائد السائل. احنا طبعا ايه مش عارفين ان احنا قلنا ان السائل ده احنا مش عارفينه، لا هو ميه ولا هو كذا، هو سائل كده مجهول. وقال لك يا عم خلاص احنا لازم نحسب كتلته، لازم نحسب قصدي ايه كثافته. تمام تمام. فيبقى اول حاجه ان انا ايه جبت، انا عندي السائل اهو، فانا قلت ان انا عشان احسب كثافته لازم اجيب الكتله ولازم اجيب الحجم. طب اول حاجه عشان اجيب الكتله اعمل ايه؟ رحت جايب كده ايه حوض او كاس صغير كده، ورحت جايب كتلته لوحده فوزنته يعني كده. فعشان اجيب كتلته، وطبعا في فرق كبير ما بين الكتله والوزن هنعرفه بعدين، بس خلينا ماشيين دلوقتي ان احنا ايه حصلنا على كتلته طبعا بايه، بجهاز او باي حاجه. فجبنا كتلته وطلعت كام؟ 75 جرام. بعد كده رحت مفضي السائل في الكاس، وبعد كده رحت جايب كتلة ايه؟ كتلة الكأس وهو فيه السائل. فأصبح عندي بقى عندي حاجتين، بقى عندي كتلة الكأس وكتلة السائل اللي موجود جواه. مركز معايا؟ مركز معايا فاطمة؟
ماشي، يبقى اذا كتلة الكأس زائد كتلة السائل اللي موجود جواه، فطلعت عندي الكتلة هنا بكام؟ اللي هي كتلة 2، الكأس زائد السائل طلعت ب 135 جرام، طلعت عندي ب 135 جرام. يبقى هنا ما فاضليش غير ان انا اجيب مين؟ كتلة السائل اللي جوه ده. اذا المرحلة الثالثة وهي ان انا اجيب كتلة السائل. لو انت بقى واد بقى جدع تقول لي انا هجيب كتلة السائل ازاي؟ انا بقول ان انا عندي كأس وهو فاضي فجبت كتلته 175 جرام، وجبت كتلة الكأس زائد السائل فطلعت عندي 135 جرام. طب كتلة السائل اللي جوه تطلع بكام؟ ها سريعا، برافو عليك، هتطلع ب، هقول ال 135 ناقص ال 75 جرام، يبقى هتتحسب كالآتي. ادي 135 جرام، 135 جرام ناقص ال 75 جرام، تطلع لي على طول. لو انت بقى عاوز تحسب بالآلة الحاسبة نحسب لك، مش عايز تحسب بالآلة الحاسبة نعمل أي حاجة. ادي 135، 135 ناقص 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 كانت كام؟ كانت 75 جرام، تطلع لنا عندنا بسرعة بكام؟ ب 60. يبقى تطلع بكام؟ تطلع ب 60، وهي مين؟ وهي كتلة السائل اللي جوه، تطلع ب 60 جرام. اكتبها لك كده بايه زي ما احنا، على فكره في حاجه بس احنا اللي احنا بنكتبه ده اللي هو خمسه وثلاثه ومش عارف ايه، دي اصلا مش اللغه بتاعتنا، يعني مش ارقامنا احنا، ارقامنا اللي هي كده يعني الثلاثه كده الاربعه كده بس. ماشي، خلينا ماشيين لحد دلوقتي، لحد ما هتعرف الكلام ده ان شاء الله هنتكلم فيه مع بعض براحتنا بقى. يبقى اذا 135 ناقص 75 زي ما احنا جبناها بالاله طلعت بكام؟ طلعت ب 60 جرام. عرفت هنا احنا عملنا ايه قبل ما نكمل؟ قلنا ان احنا جبنا كتله الكاس لوحده وهو فاضي، وبعد كده حطينا السائل جوه الكأس وحسبنا كتلة الكأس والسائل فطلعت ب 135. عشان اجيب كتلة السائل اللي جوه قلنا 135 اللي هي كتلة الاثنين مع بعض ناقص كتلة ناقص ال 75 اللي هي كتلة السائل لوحده، كتلة الكأس لوحده، فطلعت عندي 60 جرام اللي هي مين؟ اللي هي كتلة السائل. ودي اول مطلوب انا محتاجه، ده اول مطلوب انا محتاجه اعلم لك عليها، وبنفس لون مين؟ بنفس لون الكتلة. يبقى انا عشان احسب كثافه السائل ده محتاج كتله ومحتاج حجم، ففضلت ماشي معاه كده وحسبنا مين؟ كتله السائل. حسبنا مين؟ كتله السائل، تمام. فاضل لي بقى مين؟ المرحله الثانيه وهي ان انا احسب حجم السائل. ان انا احسب مين؟ حجم السائل. معرفش انا خطي غلس كده بس هنعديها. اذا عشان احسب الكثافه قلنا محتاج كتله ومحتاج حجم، فحسبت الكتله فطلعت عندي بكام؟ ب 60 جرام، وهي كتله السائل. عاوز احسب بقى حجم السائل، فرحت عامل ايه؟ رحت جايب مخبار حلو كده، ادي المخبار اهو كده، مخبار مدرج ولا مش عارف اسمه، مخبار ايه كده، مخبار لذيذ كده وابن حلال، ورحت جايب فيه الايه شويه السائل بتوعنا اهم. ادي نفس السائل اللي انا معذبه معايا، وادي السائل 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 المجهول الهويه اللي احنا مش عارفين هو ميه هو زيت هو مش عارف ايه. فالمهم طلع في النهايه ان حجم البتاع ده ظهر لي كده على المخبار هنا عند الدرجه هنا كده عند اخره، طلع لي بكام؟ الحجم وحده قياسه ايه؟ برافو عليك، يا اما السنتيمتر المكعب يا اما المتر المكعب. فهنا طبعا هيطلع لي بايه؟ هيطلع لي بالسنتيمتر المكعب، طلع عندي 100 سنتيمتر مكعب. يبقى انا كده حصلت على مين؟ ده كده حجم السائل. يبقى انا هنا عندي مين؟ عندي الحاجتين اللي هم المطلوبين عشان الكثافه، عندي الكتله وعندي مين؟ وعندي الحجم. عندي الكتلة وعندي الحجم، وبما ان الكثافة هي بتساوي مين؟ بتساوي الكتلة على الحجم. نوسع بقى السبورة شوية عشان نعرف نقول. اذا الكثافة او كثافة السائل هتساوي ايه؟ هتساوي، برافو عليك، هتساوي الكتلة، برافو عليك، صحي معايا، وفاطمة كمان صحي معايا وهي زميلتكم طبعا في اولى اعدادي معاكم، الكتلة على الحجم. اذا هتساوي الكتلة كانت بكام؟ الكتلة كانت ب 60 جرام، الكتلة كانت ب 60 جرام، على الحجم كان بكام؟ الحجم كان ب 100 سنتيمتر مكعب. اذا 60 على 100 هتساوي، لو انت عاوز عارف تحسبها كده عادي سهلة جدا، تعالى نحسبها كده مع بعض، تشيل الصفر مع الصفر اصبح عندك 6 على 10، 6 على 10 اللي هي اصلا بكام؟ اللي هي 6 من 10، 6 على 10 اللي هي 6 من 10، ووحدة قياس الكثافة هي زي ما قلنا حاصل قسمة وحدة قياس الكتلة على وحدة قياس الحجم، يعني تطلع بكام؟ بجرام على سنتيمتر مكعب، تطلع لك في النهاية كثافة هذا السائل.
عرفنا القصه مشيت معانا ازاي، عرفنا القصه مشيت معانا ازاي. على فكره احنا طولنا قوي اصلا عن الميعاد المحدد، كان المفروض خلصنا من دقيقتين، ولكن قلنا ان احنا لازم نحل مع بعض السؤال. لو في نقطه كده صغيره في حكايه حساب كتله السائل، راجع الفيديو تاني هتفهمها ان شاء الله. ولو عندك اي سؤال لا تتردد لحظه في ان انت تراسلنا، والى اللقاء.